الحمراء. في السنوات الماضية برز الإعلامي حسين مرتضى كواحد من أبرز الوجوه الإعلامية المؤيدة للمقاومة في مجالي التحليل السياسي والحرب النفسية. الرجل المولود في الهرمل اللبنانية والذي عمل لسنوات طويلة في قناة العالم الإيرانية وتسلم إدارة مكتبها في دمشق لقرابة 11 عاما شكلت تغطيته للحرب السورية تجربته المهنية الأبرز على الإطلاق. مرتضى خاض كذلك في تجربة الكتابة والتأليف وأصدر كتابي الحروب الأمريكية المركبة ودروس من الحرب النفسية في سوريا. في هذه الحلقة من شارع الحمراء لقاء مع الإعلامي حسين مرتضى حول الخيارات الراهنة لمحور المقاومة ومحطات من مسيرة إعلامية تميزت بمراكبة الخبرات ومواجهة المخاطر. الإعلامي حسين مرتضى في هذه الحلقة من شارع الحمراء، أهلا بكم. أرحب فيكم مجددا في هذه الحلقة من شارع الحمراء من مركز سونار الإعلامي الذي أطلقه وأسسه الإعلامي حسين مرتضى قبل أكثر من سنة أو أقل من سنة بقليل. بدي أرحب بحسين مرتضى. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك في شارع الحمراء. شكرا لاستضافتنا في هذا المكان مركز سونار الإعلامي. ما الفارق حسين بين أن تكون موظفاً في قناة إعلامية وأن يكون لديك مشروعك الخاص اللي هو سونار؟ أولاً أهلاً وسهلاً بكم أنت والفريق اللي معك. بداية نترحم على أرواح الشهداء، نوجه التحية للمقاومة أينما وجدت هذه المقاومة. مباشرة أنت دخلت في صلب المواضيع المتعلقة بطبيعة العمل. بالنسبة إلي على الصعيد الشخصي لا فرق، لأنه أي مكان أعمل به أعتبره مشروعي الخاص، وأي مكان أعمل به أعتبر أن هناك واجب يجب أن أؤديه وهناك رسالة يجب أن أؤديها، بغض النظر عن طبيعة هذا المكان وهل أنا أعوذ بالله من كلمة أنا طبعا، هل هو يعود لي كليا أو لا يعود، أو أعمل في قناة أو لا أعمل في قناة. أعتقد بأنه كل ما هو مرتبط بهذا الأمر هو أنت تؤدي رسالة وتؤدي واجب وتنطلق من خلالها لإيصال هذه الرسالة بأي وسيلة تستطيع أن توصل من خلالها الرسالة. طبعاً بيكون في بالمشروع اللي بيعتبر أنه أنت أطلقته أو خاص بيكون في نوع من الاستراتيجية الأبعد، يعني لأنه أنت عم تضع هذه الاستراتيجية بيكون في نوع حرية أكثر. هامش أكثر طبعاً في هامش أكثر، أنت تحدد في الكثير من الأحيان الأولويات التي تريدها، أنت تحدد طبيعة المواضيع التي ترغب زملائك أن يسلطوا عليها الضوء خلال إعداد بعض الفيديوهات أو غيرها، وكذلك تستطيع حتى بما له علاقة بطبيعة الضيوف اللي تجرى معهم المقابلات كمان، في أنت بتصير يعني عندك هامش في هذا، هامش أكثر، هامش يخدم الرسالة اللي نحن عم نشتغل من أجلها في هذا المجال. هي رسالة إذن برأيك، سواء كنت في قناة إعلامية أو سواء كنت في عملك الخاص. بدي رحب فيك، يعني على كل حال اليوم الكلام عن الرسالة الإعلامية قد يبدو بالنسبة لكثيرين شوي مستغرب في زمن الأجندات الإعلامية، لأنه كمان هناك فارق بين الأجندة الإعلامية والرسالة الإعلامية. كيف تفهم الرسالة الإعلامية؟ شوف اليوم نحن في ظل يعني ما تعانيه بلداننا، الأزمات التي مرينا بها، الحروب التي تعرضنا لها منذ أن أنشئنا ومنذ أن بدأنا يعني ترعرعنا حتى في طفولتنا، نحن بنعرف أنه نعيش حالة الصراع، ما هو مرتبط بكيان الاحتلال الإسرائيلي، ما هو مرتبط بالمشاريع الغربية في بلداننا، ما هو مرتبط في الكثير من الحروب التي كنا يعني شهود إذا صح التعبير بجزء منها، وجزء منها كنا أساس نخوض هذه الحرب إن كان على الصعيد الشخصي أو إن كان على صعيد المؤسسات المرتبط بالعمل. أعتقد من هنا تختلف المعايير
عندما تريد أن تتحدث عن رسالة إذن هناك واجب يجب أن تؤديه، عندما تتحدث عن هدف مرتبط بوطن تختلف كل المقاييس، تختلف كل المعايير، توضع الكثير من الأمور جانباً، الحسابات المادية الآنية الدنيوية توضع جانباً، لأنه أنت عم تحكي عن وطن، أنت عم تحكي عن حرب فرضت على هذا الوطن، على اعتداء يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي، على إرهاب يسعى إلى تدمير سوريا، على مشاريع أمريكية تحتل من خلالها العراق. يعني أنت عم تحكي عن موضوع نحن بالنسبة للخصم وبالنسبة للعدو هدف. عندما تكون أنت هدف هنا يجب أن تختلف عملية مقاربة الأمور. لا يمكن لي أن أقف على التل وأن أقول بأنه أنا أراقب الأحداث أو أنا أتابع فقط هذه الأحداث، ليس لدي مشكلة من الذي ينتصر أبدا. الوطن بالنسبة إلينا هو الخط الأحمر الأساسي الذي يجب أن ندفع دماءنا من أجل أن نحافظ عليه. على كل حال هذه الرسالة الإعلامية كما تفهمها سيد مرتضى دائما بين الواقع وبين ما أريده أنا أو أنت أو أي أحد في أي مكان، ربما يكون هناك أحيانا ضوابط وقيود معينة، لأنه السياسات دائما تحد من، حتى لو نحن نفهم الرسالة الإعلامية بهذا الشكل. لفتني الاسم سونار، سونار المعنى الاسم هو الجهاز الذي يتم استخدامه في البحار، يعني يدخل في عمق في الأعماق، في أعماق البحار، ومن ثم يستكشف ما هو داخل هذا العمق، داخل إن كان بحر أو محيط أو ما شابه ذلك. يعني هو له علاقة بالتعبير المجازي، وكأنك تبحث عن عمق خلفية هذا الخبر، خلفية الحدث، خفايا مرتبطة ببعض الأحداث، متابعة. ليس الهدف هو المتابعة الآنية للخبر، نحن بنعرف أنه في الكثير على مدار الساعة، على مدار الساعة أخبار ومواقع ومنصات ووكالات أنباء وما شابه ذلك. في شيء له علاقة بعمق، في شيء له علاقة بخفايا، في شيء له علاقة بمشاريع أحيانا تحاول أن تسلط الضوء، تكشف بعض الأمور، تسلط الضوء على بعض الخفايا المرتبطة بأصل وجود هذا الخبر، لذلك تبحث في أعماق هذا الحدث الذي نتحدث عنه. إذن سونار نبحث في العمق، مركز سونار الإعلامي. وأنا فهمت على كل حال من حسين بدردش تحت الهواء أنه هذا مشروع جدي حقيقة للمستقبل، صار له سنة مش هيك تقريباً نحكي. طيب بدي أتمنى لك التوفيق بطبيعة الحال أنت وكل فريق العمل اللي معك. أنا تحت الهواء مشاهدينا ضيفنا حسين حلوى عراقية. حسين كان في العراق قبل أكثر من أسبوع، وطبعا يعني خلال فعالية الأربعينية بدعوة من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وكنا يعني سوا موجودين صحيح في العراق مع عدد من الزملاء اللبنانيين والعرب والأجانب. بدي منك باختصار حسين، كيف وجدت العراق؟ ماذا شاهدت في كربلاء، في النجف، في بغداد؟ أبرز مشاهداتك في الأربعينية. يعني طبعا ما هو مرتبط بزيارة الأربعين لأنه هو الأساس، طالما أنت رايح بهذه المناسبة فرح تغلب مشاهدات الأربعين على أي حدث آخر. وعندما تقول العراق مباشرة يعني تتحدث عن النجف وتتحدث عن كربلاء، طبعا تتحدث عن الكاظمية، تتحدث عن سامراء، تتحدث عن الكثير من المدن الأخرى وما تحتويه، لكن عمليا اليوم نحن بزيارة الأربعين هي كربلاء. الأساس في كل ذلك عندما تشاهد هذه الملايين من الناس التي تتوافد من كل أصقاع الأرض إلى إحياء هذه المناسبة التي أصبحت مرتبطة بما تمثله ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، إلى علاقة بمواجهة الظلم والاضطهاد ومقارعة هذا الظلم. أعتقد من هذا المنطلق نحن نتحدث عن أهمية ما يمثله العراق كمنطلق حتى ليجمع هذه الشعوب من كل العالم، والتركيز على ما هو مرتبط بزيارة الأربعين. الجانب الآخر
تختلف. يعني أنت تلاحظ، وكان لنا جولة حتى في العاصمة بغداد، أنت تلاحظ أنه اليوم في العراق رغم كل المعاناة ورغم كل المأساة ورغم ما أفرزته يعني الحقب التاريخية الزمنية، كان في زمن حكم صدام وصولا إلى الاحتلال الأمريكي اللي بعد في قواعد أمريكية موجودة في العراق، هذا بحث آخر، لكن تجد أن هناك فرق. وأنا ولكن ربما ببطء طبعا، لأنه ما تنسى لوقت. أنت عم تحكي بلد محاصر، مش العراق أنت بس بنحكي نحن عن حقبة من 2003. أنا زرت العراق وما بعرف إذا حكينا عن هذا الأمر تحت الهوى، عندما دخل الأمريكي إلى العراق أنا دخلت إلى العراق للتغطية الإخبارية، كنت في إيران ولا أخفيك سر دخلت تهريب، يعني كان بعض القصة فيت ببعضها والأمريكي عم بيعمل اجتياح ودخل إلى بغداد، فدخلت أنا إلى من إيران إلى العراق وبقيت فترة من الزمن هناك. والعراق اللي بيعتقد أنه هو من فقط يعني عندك مهمات صعبة انغماسية اللي بيعتقد من وقتها أنه يعني أنه والله العراق فينا نحكي بس عن حقبة 2003، أبدا. العراق فرض عليه حصار من التسعينيات، التقارير اللي كانت تتحدث عن مقتل 1,000,000 طفل عراقي بسبب الحصار الأمريكي، الأمريكي حاصر العراق وفرض حصار على الشعب العراقي، هو بيحكي عن ما له علاقة أنه هذه المعاناة طويلة وممتدة حتى لسنوات ما قبل، لكن عم نلاحظ نحن أنه في نوع من التطور، في نوع من محاولة أن يكون هناك حراك سياسي، لأنه لا يمكن أن نفصل كذلك رغم الملاحظات اللي بيحطوها العراقيين على بعضهم بالحراك السياسي، ولكن هناك أصبح هناك حراك سياسي، انتخابات برلمانية رئاسية، بعد أشهر هناك انتخابات جديدة بالبرلمان، هذا له علاقة بطبيعة الحركة السياسية على الساحة العراقية. نقطتين سريعتين بدي أسألك عنهم إلهم علاقة بالعراق قبل ما أروح إلى جنوب لبنان، لأنه كان لافت بالفترة الأخيرة على خطين، يعني دور العراق اللي عم يعمله على مستوى المنطقة الوسيط والوساطات بين الدول، وأيضا العراق هو لا ننسى بأنه هو جبهة من جبهات الإسناد اليوم في مع غزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية. رح بلش من هون، قديش تفرملت اندفاعة العراق أو مشاركة العراق في إسناد غزة بعد فعليا تجميد جبهة استهداف القواعد الأمريكية في العراق أو في سوريا، قديش بعد فعالة هذه الجبهة؟ لا شوف، هي جبهة فعالة، ولكن كمان نحن في أحيانا بعض العوامل تحكم بعض الجبهات، ونحن بنعرف قديش حساسية الملف العراقي والخوف من أن يتم العبث بالداخل العراقي. من مصلحتنا جميعا، وأحكي بكل صراحة، من مصلحتنا جميعا أن يكون هناك استقرار في الداخل العراقي. هذا الاستقرار مرهون بعدة عوامل، أو مرتبط إذا صح التعبير بعدة عوامل. عمل المقاومة يأتي ضمن ما هو مرتبط بالمصلحة العراقية الداخلية والمصلحة العراقية الخارجية. لا أحد يمكن له أن يخرج العراق من دوره الإقليمي المرتبط بدعم القضية الفلسطينية. ونحن بنعرف كمان حتى يعني إذا بدك خطاب رئيس الوزراء في القمة الإسلامية العربية كان متقدم جدا بموضوع دعم القضية الفلسطينية، هذا خط ثابت بالنسبة للعراقيين. تختلف طبيعة التكتيكات المرتبطة بطبيعة العمليات، يعني أنت تعرف خلال الساعات الماضية كان في هناك عملية جديدة للمقاومة العراقية واستهدفت فيها ميناء حيفا، إذن هذا الأمر ليست المرة الأولى، ليست المرة الأولى. هذا الأمر مرتبط بطبيعة التطورات، لكن كان هناك رسائل أقوى وصلت إلى الدور الأمريكي المرتبط بالقواعد الأمريكية، وانتقلت المقاومة العراقية إلى التركيز أكثر على ما هو مرتبط بالأهداف الإسرائيلية في حال توسعت طبعاً في إدارة توازنات أحسن، في حال توسعت في مكان ما أو تغيرت معادلات في مكان ما، وارد العودة يعني إلى استهداف القواعد الأمريكية، لم تتوقف هذه المسألة، وحتى هناك تعرف أن هناك مطالبات كبيرة جدا من الكتل البرلمانية العراقية تدعو إلى انسحاب ما تبقى من القوات الاحتلالية الأمريكية في العراق. العراق مرشح لأن يلعب دور الوساطة بين
سوريا، تركيا، إيران، السعودية وربما دول أخرى بحكم الموقع والدور اللي عم تحكي عنه؟ هو عملياً اليوم إلى حد كبير بدأ العراق يستعيد هذا الدور، وحتى كان لي لقاء مع رئيس الحكومة العراقية خلال هذه الجولة وطرحت عليه هذا السؤال، يعني بمعنى أنه إلى أين وصلت أو إلى أين وصل الدور العراقي الإقليمي. وطبعا هذا مبني على معلومات، نحن نعرف أنه التقارب في الفترة الصعبة جدا، التقارب الإيراني السعودي بدأت برعايته الدولة العراقية، وعقدت أكثر من جلسة وعقد أكثر من اجتماع في بغداد ضم الموفد أو الوفد الإيراني والوفد السعودي وبرعاية عراقية، ونجحت هذا يعني هذه المبادرة إذا صح التعبير، وصلت إلى الاتفاق ما بين إيران والسعودية. اليوم كذلك بالمقابل هناك دور ومحاولة تقريب وجهات نظر بالإضافة إلى دور دول أخرى، يعني دور الروسي وغيره، ولكن يلعب العراق دور مرتبط بتقريب وجهات النظر ما بين تركيا وسوريا، وسنشهد خلال الأيام القادمة يعني أقل من أسابيع سنشهد ربما يكون أول لقاء على مستوى المسؤولين السوريين والمسؤولين الأتراك، ليس بالضرورة على مستوى بعد ما حسم هذا الأمر، ولكن هو قائم. يعني لقاء القمة بين الرئيس الأسد وأردوغان هو قائم ما زال موجود، ربما يحسم خلال في بعض الأمور المرتبطة بما تريده سوريا. على الجانب التركي هو الذي أن ينفذ هذا الأمر حتى يعني تأخذ الأمور خطوة إيجابية في هذا السياق. أعتقد فعلا العراق يلعب دور إقليمي ويمكن له أن يعزز هذا الدور. بدي وجه تحية أنا وياك، يعني أنا ونيابة عن إلى الأخوة في هيئة الإعلام والاتصالات طبعاً على هذه الدعوة الدعوي والاستضافي ومحاولة جمع عدد كبير من الإعلاميين والنشطاء من أكثر من دولة، وهذه خطوة أعتقد بأنه جداً مهمة. يمكن أن أقول لك من الدول القليلة التي يمكن أن تلعب هذا الدور هي لاحظت حسين أباش كان في عندهم هاجس بأنه بهمهم حتى من خلال حدث هالقد كبير من خلال الأربعينية ولو أنه بطابعه ديني، قديش عندهم يعني هاجس أنه يتعرف العالم على العراق. هو طبيعة العراقي إلى العالم، طبيعة العراقي وشخصية العراقي محب وكريم وضيوف ومضياف، يعني فمن هذا المنطلق بيحبوا انه ايه تتعرف على بلده، تتعرف على تقاليده، تتعرف على عاداته، بيحبوا يعني بيقدموا لك كل شيء، ومع شوية بيقول لك انه ما تاخذونا على التقصير، وبتعرف هيدا صحيح. فهيدي بدل على طيبة هذا الشعب المظلوم، يعني الشعب العراقي ظلم رغم حرارة الطقس المحرقة جدا ودمه بيضل حامي، وهو عصبي، هو بيقول لك العراقي أنا عصبي، ولكن بنفس الوقت هو طيب ومضياف مضياف وعنده نخوة طيب المن والسلوى طبعا. طيب نروح أنا بيك إلى فاصل أول وإلى جبهة جنوب لبنان، بما أنك عم تحكي عن طقس وحرارة الطقس، هذه الجبهة اللي حافظت على سخونتها من 11 شهر إلى الآن، هي جبهة إسناد مفتوحة منذ بدء طوفان الأقصى. بعد الفاصل أتابع هذه الحلقة، هذا الحوار مع الإعلامي حسين مرتضى من هذا المكان، صالون مركز سونار الإعلامي، بعد الفاصل. مرحبا فيكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقه من شارع الحمراء مع الاعلامي حسين مرتضى. اهلا وسهلا فيك مجددا حسين مرتضى في شارع الحمراء. انت ليش هون؟ يعني هذا سؤال يمكن كمان كان لازم اسالك اياه بالاول، بس اخذنا الحديث عن العراق. عم بسال ليش هون؟ لانه كتار منذ بدايه هذه الحرب الاسرائيليه على غزه وبالتالي فتح جبهه جنوب لبنان، سالوا انه ليش حسين مرتضى بعده ببيروت ما التحق في الجبهة ميدانيا، والجبهة ميدان ملعبك يعني عمليا، خصوصا من بعد تجربة سوريا الطويلة. نحن اختصاص اقتحام كمان، ايه ما هي مقصمة يعني نقطة مسافة صفر. ناطر الشباب وحدة الرضوان وقت اللي بيقرروا يفوتوا بفوت معهم. اوف
لكن طبعا جد بالنسبة إلي طبعا يعني أتمنى هذا الأمر. لكن بالجزئيات السؤال اللي تفضلت فيه هي تختلف شوي طبيعة المعركة. أول شغلة طبيعة العمل اختلفت، يعني أنت هلأ مش مراسل، مش قناة تلفزيونية مراسلة أنت لحتى تكون موجود بالمعنى. بس اليوم الإعلام الحديث صار كل واحد قادر يأخذ المبادرة. صحيح. النقطة الثانية طبيعة الجبهة اليوم هي جبهة حتى من الناحية الإعلامية ليست جبهة تقليدية. يعني تغطية عم تغطي أنت عمليات عسكرية. اليوم الأكثر كما المعركة العسكرية هي تتركز على ما هو مرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما هو مرتبط بالحرب السبرانية، ما هو مرتبط بالحرب التكنولوجية. الحرب اليوم خصوصا من جبهة جنوب لبنان تعتمد أكثر على الحرب النفسية، والحرب النفسية مرتبطة بكيف تستطيع أن تخاطب العدو وتؤثر على هذا العدو، وكيف تستطيع بالمقابل كذلك أن تخاطب جمهور المقاومة ويكون لك كذلك تأثير في محاولة رفع المعنويات أو تثبيت ما هو ثابت لدى هذا الجمهور. في دخلت بتفاصيل لها علاقة بطبيعة التغطية، فوجدت وللعلم يعني أنا زرت الجبهة في البداية، ببعض الزيارات المعلنة، وزرت الجبهة في بعض الزيارات الغير معلنة. وفي كمان شيء له علاقة مرتبط. شو زرت لتستكشف لتشوف؟ طبعاً أنت أحياناً شو قادر أعمل، شو قادر أقدم إضافي بوجودي بالجبهة. تقترب من المعنيين، تقترب من المناطق، من المناطق الحدودية، بترسم الخارطة أكثر، بتستمع إلى بعض الأهالي، بتستمع إلى بعض الناس اللي هن بيحكوا لك أمور تبني عليها أنت ببعض القضايا. إضافة إلى أنه أحياناً في شيء مرتبط بوضع أمني، يعني مرتبط بوضع أمني المنطقة اللي بدك تزورها، قديش بيكون في ارتداد أمني، خطر على الناس، أو إذا قعدت مع مقاومين، أو إذا فت على جبهة، عدة عوامل. يعني بتقيس الأخطار، بس مش بس من جهتك أنت، من جهة لا مش الهدف. أنا ما عندي مشكلة، بالعكس نحن نتمنى الشهادة وننتظر الشهادة. لا إنه بس أنت حتى ما تشكل أنت خطر. أنت بعد كل اللي خطه بحرب سوريا مفترض مسألة المخاطر المتعلقة فيك هيدي تكون متجاوزة. طبعا لا، المقصود ما أقصده هنا حتى ما تشكل أنت خطر على الآخرين. لأنه وجود حسين مرتضى على الجبهة في الجنوب يشكل لا اشتهى الدرجة حتى ما يعتبر البعض انه والله عم بالي عم اقول لك جانب معين انه انت اذا بدك تروح على مكان ما يمكن تصير تشكل خطر على بعض المعنيين او بعض الاماكن الاخرى. فوجدت انه بنقدر نحن هلأ في هيدي المرحلة نقدر نعمل شيء له علاقة بالحرب النفسية. ووصلت الى بتعرف يعني ردة فعل الاسرائيلية إن كان على الصعيد الشخصي، إن كان على صعيد التهديدات التي وصلت من البعض الإسرائيليين، إلى وصلت لمرحلة عملوا لي صورة وحطوا عليها يعني مستشار شارون هو صحفي إسرائيلي، فنشر صورة حاطت إنه ترقبوا هذه الصورة قريبا. موضوع الاتصالات بيتصلوا أحيانا الإسرائيليين. شو طبيعة بيتصلوا بيهددوا إنه يعني نحن بنعرف وين، او احيانا اتصلوا مع بعض الاشخاص بالمركز بدوا اخذوا تفاصيل ايمتى بيتواجد ايمتى ما بيتواجد، شو بتشتغلوا، شو بتركزوا اكثر شيء. صار في نوع من بعض الاتصالات التي جرت هاي المره الاولى عم بحكيها. شيء له علاقه ببعض الرسائل اللي حسيت اني ربما تترك اثر، الرسائل بالعبري. فعلا في مكان ما بعض الرسائل باللغة العبرية تركت أثر، لذلك أحيانا المتحدث باسم كيان الاحتلال الإسرائيلي بيرد عليك. الحسابي على المنصة إكس تم إغلاقه برسالة رسمية من المدعي العام الإسرائيلي إلى إدارة تويتر أنه هذا الحساب يجمع تبرعات أو يدعم منظمات إرهابية، وتم إغلاقه ومنعنا حتى من فتح حساب. يعني الاسم اليوم في مشكلة عليه.
هذا دليل أنه أول شغل المعركة هي معركة عبر الفضاء المجازي. معركة الفضاء المجازي، وهلأ بدي أحكي عن الموضوع لأنك أنت كمان حذرت من مخاطر الموضوع في المقلب الآخر. شو الخطر يعني؟ شو الخطر أو الأثر اللي أنت يعني بتشكله بالنسبة لإسرائيل لحتى على الأد في تهديدات ورسائل واتصالات؟ لا شوف، مش الموضوع حتى ما كانت تفهم أنه والله عم بيحكي عن شخصي. في كذا حدا يعني، أكثر من شخص بيصلن اتصالات، أكثر من شخص أغلقت حساباتهم، أكثر من شخص صار في تهديدات، جمع معلومات. ما هي معركة، فأنت من ضمن مجموعة لنقول أو عدد من الأشخاص، بدنا نقول مؤثرين، بدنا نقول لهم دور معين. فالإسرائيلي يسعى إلى أن يكون هناك إسكات لأي صوت يمكن أن يستفاد منه في نقل حقيقة ما يجري داخل قطاع غزة وفي الجبهة الجنوبية، أو دعم للجبهات الأخرى. هذه سياسة كيان الاحتلال الإسرائيلي. يعني اليوم وقت اللي أنت عندك هذا العدد الكبير من الشهداء في الإعلاميين للمترحم عليهم بغزة، هذا دليل على أنه يسعى إلى إسكات. مش انه والله جاي يعني طبعا، مش انه والله الهدف انه القصف الهدف فقط فلان، لا، في عنده كل ما له علاقة بأي شخص ممكن أن يؤثر في نقل المعلومة، نقل الخبر، إظهار حقيقة المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي، هو يسعى لإسكات هذا الصوت. طيب، ولذلك كله أنت ارتأيت بأنك أن تبتعد عن الجبهة ميدانيا وأن تخوض هذه المواجهة في سياق مواجهة أنت يعني عاملها بساحات تانية، حرب نفسية وما له علاقة بالرأي العام، أن تقوم بالمهمة من هنا يعني وليس من الجبهة ميدانية. يعني يمكن أن تقدم فائدة هنا أكثر من وجودك فوق بالجبهة. هل يمكن يكون تقديري خطأ؟ مش بالضروري يكون تقديري صائب، ولكن على كل حال هذا أعرارك بنهاية المطاف يعني. بس أنا عم بسأل، واضح لا كان بعرف. متوقع أن تكون هناك يعني من منطلق طبيعة العمل ومن منطلق طبيعة المعركة، يعني أسعى إلى أن نحاول ربما أن يعني نلعب دور أو نقوم بدور معين من خلال المهام المرتبطة بالحرب النفسية وفضح ما يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الكثير وعشرات الزملاء والإعلاميين والمحللين وما شابه ذلك. في هذا السياق تحديدا، الحرب النفسية اللي عم بتقوم فيها مع طبعا زملاء آخرين. لك لأقول لك شغلة بس هون حتى يعني ما تمر هذه المرور الكرام، أنا صراحة كمان للمرة الأولى أنا طلبت أكثر من مرة، طلبت أكثر من مرة أن أزور الجبهة. طلبت مين؟ من مين؟ أكيد من مين بك تطلب يعني؟ طيب. من لنقول المعنيين إعلامياً، واضح، بالمقاومة أو بحزب الله لتزور. كانت الموافقة أنه بتقدر تزور القرى عادي. أنا طبيعة يعني إذا بدك شخصيتي ما بقدر بس روح غطي الاعتداءات الإسرائيلية، ما بقدر. فلذلك هي شغلة تقليدية عادية. لا مش تقليدية طبعا، لازم نسلط الضوء على ما يقوم به الإسرائيلي، ولكن اعتبرت أنه يمكن أي أحد بيقدر يقوم بهذه المهمة. أنه أنت عم بدك توصل للقرى اللي فيها الناس فقط، يعني مش مسموح، انتبه، لأنه بتشكل بتصير خطر عليك على الصعيد الشخصي وخطر على الآخرين. فجيت قلت هلأ إذا بدك تطلع بس أنه عم تغطي أنه والله الإسرائيلي أغار علينا، بحسها شوية تقيلة. فبحس انه طبيعتك مثل ما قلت لك بالبداية انه انت بدك تقتحم، وان في اقتحام وان في هجوم وان بدك تروح تلحق الخطر. ايه، انه اذا في مرحلة والله نحن عم نحاول نستهدف هذا الامر، هلأ غير متاح الا للاعلام الحربي. ليش؟ لانه بالنهاية هذا الشخص اللي موجود بالاعلام الحربي والموجه له التحية هو مقاتل فعلا طبعا، لذلك في خطر كبير. فبيقول لك انه انت عم بتخاطر ونحن هلا مش مسموح نخاطر بأحد. يعني حسب تطورات المعركة تكون هناك او لا تكون. قبل ما نروح الى الفاصل الثاني في سياق هذه المعركة الإعلامية والحرب النفسية،
معروف أنت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات يعني، وتحديداً مع بداية الحرب السورية وصولاً إلى الآن. بدي أحكي عن هلأ لأنه موضوع الحرب السورية رح أرجع له كدروس مستقات من هذه الحرب وبعض المحطات الأساسية، ولكن الآن عم بتخوض أنت هذه المعركة على طريقتك بفيديوهات أحياناً تكون فيها معلومات وأحياناً في تحليل وفي إطلالات إعلامية لك، وفي أحياناً فيديوهات طبيعتها بيكون ساخرة نوعاً ما. يأخذ عليك البعض حسين مرتضى بأنك أوقات شوي عم بتزيدها في مكان ما، يعني بالفيديوهات اللي توجه فيها للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. قديش هذا الموضوع بعرضك في مكان ما لخطر، لأنك بعدك عم تحكي عن أخطاء، ومن جهة تانية قديش ممكن يكون في شبهة تطبيع مع الفكرة؟ يعني أنا ما عم شكك لا سمح الله بنواياك، ولكن التطبيع مع فكرة أنه أنا عم خاطب الإسرائيلي ولو مش قاعد معي بالغرفة، بس أنا عم خاطبه، عم قل له يا أفي خاي، وعم بقل لي يا حسين مرتضى. قديش هيدي؟ شوف هذا الموضوع يعني دقيقة. أول مسألة، ما في مخاطبة مباشرة وما في والله عم بقول له يا أفي خاي. هلا هو شو عم بيقول شأنه. أنت عم تحكي بالنهاية مع جيش احتلال إسرائيلي عنده متحدث. ما اليوم نحن بوسائل الإعلام اللبنانية، كل وسائل الإعلام اللبنانية وغير اللبنانية بيقولوا قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن هو عنده صفة رسمية، يعني أنت عم بتعالج أمر ردا على ما صرح به جيش الاحتلال الإسرائيلي. هلا كان من خلال متحدثه، كان من خلال نتنياهو. ما اليوم أنت إذا تطلع بتقول اسمع يا نتنياهو نحن سنفعل وسندمر و هل هذا الأمر يسمى تطبيع؟ أبدا. اليوم أنت وقت اللي عم بتطلع بيطلع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط للتوضيح بس. إيه واضح. ما عم بحكي عن التطبيع. طبعا. وطبعا مش عم نقول له لا لأنه أثير. لا لأنه أثير هذا الموضوع. وطبعا نحن وقت عم نطلع نفضح الإسرائيلي أو نتمسخر عليه مش عم نقول له يا أستاذ أفي خاي كما جرى مع بعضهن عبر بعض وسائل الإعلام. في فرق كتير كبير. وبالوقت اللي أنا عم بفتح له مساحة لي أنا أسأله هو يجاوب، لا هون يختلف. أنت عم تطلع هون لتضحك كذبه، مش عم تعطيه مساحة. الإسرائيلي طلع في مكان ما المتحدث وغيره، يعني في كذا ضابط. هلا إذا بفرجيك صورهم كذا ضابط فاتوا مثلا بموضوع الأنفاق في مكان في مرة من المرات، وكأنه الأنفاق هي أني كنت أخذهم على عاطقي، وصاروا كل ما كشفوا نفق يقولوا وينك يا حسن مرتضى. هذه من 2018 تقريبا، بين 17 و 18، وقت أثيرت مسألة معركة الأنفاق. وشوف اليوم وين صرنا. اليوم الإسرائيلي عم بيحاول يرفع معنويات جمهوره ويؤثر على جمهورنا من خلال بعض الرسائل، اللي هو انه والله نحن وصلنا للمكان الفلاني، او نحن اخذنا النفق الفلاني، او نحن فعلنا الامر الفلاني. انت عم تطلع تسخفه لهذا الاسرائيلي بمتحدثه بضباطه بالانجاز اللي هو عم بيحكي عنه، وبطريقه مثلا فيها جزء كبير من السخريه اللي بيأثر على الحاله المعنويه لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. وإلا ما كان الإسرائيلي بيطلع بيصير بده يضطر يرد عليك أو يبرر في بعض الأماكن، أو أنت وقت تطلع بتعمل رسالة بالعبري بتلاقي الإسرائيلي راح جاب الفيديو مشرح لك إياه أنه أنت عامل لي رسالة بالعبري بس عندك تلفزيون ماركته كذا، أو والله عندك مكتب حاطط فيه كنبية تصور لحدوان. يعني سألوك من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ يعني أنت عملت له فيديو عم تسخف الإسرائيلي بنقاط جدا مهمة، ترك كل شيء الإسرائيلي راح لاحق أنه أنت كيف اشتريت هذا، كيف اشتريت هذا التلفزيون وكيف عندك المكتب الفلاني، دليل أنه قديش تركت أثر هذه الرسائل وداخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. منيجي للقسم الآخر، إيه بجمهورنا أو بناسنا نوعين. نوع ما بيحب هذا الأسلوب وحقه، بالنهاية أنت مثل عم تعمل مسلسل، في ناس بتحب فيك تحضر فيك ما تحضر فيك تحضر صراحه. ايه ناس بتنتقدك ما بتحب هذا الستايل، يعني بتقول لك انه ليش عم يعمل هيك وما بيحق له، يعني بتزيد مساله الانتقاد حقهم لانه انت بالنهايه شخصيه عامه. فضاء على كل حال، مفتوح اليوم لكل العالم. وناس لا بتقول لك انه هذا الاسلوب منيح وعم بيأثر على الاسرائيلي وزدنا منهم، يعني بصير هيك تجيني رسائل بنفس الوقت.
أنا بأخذ المقياس بما له علاقة بالمصلحة، وإلا ما فتش على الشيء الشخصي. الشيء الشخصي أنا بقدر اليوم، ما تأخذني بهالكلمة، بقدر اليوم عندي مركز وبقدر فقط أطلع على مقابلات بس حلل سياسي وبعتبر حالي أنه أنا هيك أديت الواجب. لا، اليوم بعتبر كما كنت بالحرب السورية بأي مجال، بكلمة، بتغريدي، ببوست على الفيس، بأي مجال أستطيع أن أساهم وأساعد وأساند، إن كان الشعب الفلسطيني أو الشعب السوري أو الشعب اللبناني، مستعد للقيام بهذه الخطوة بعيدا عن كل الحسابات اللي بيجي بيحسبها البعض إلى علاقة بالحسابات إذا بدك الدنيوية المرتبطة بالواقع الاجتماعي اللي عم بيعيش. هذا جزء من الرسالة اللي حكيت عنها بالأول. أنا بالنسبة لي هذا رسالة. أنا حتى بالحرب السورية البعض كان يقول ليش مثلا أنت عم تطلع وعم تحلل وبتعطينا ميدان وخرائط وكذا، بس أنا كنت بعرف قديش عم تترك أثر بعض الرسائل وبعض الفيديوهات اللي مرتبطة بالحرب التي كانت قائمة. اليوم يجب أن نحسب الأمور من ناحية، لكن مثلا الآخرين كان إسرائيلي أو الذباب اللي ضمن الفلك الإسرائيلي، ما بيجوا بيحاولوا يسخفوا لك بعض العمليات التي تنفذها. أسلوب السخرية والتسخيف هو بيأثر، بيترك أثر على الحرب النفسية. يخطئ أي حدا بيقول لك لا ما بيأثر علينا، لا بيأثر، في ناس بيأثر على معنوياتها، فمنضطر نحن في مكان ما أنه نروح نفتش على ثغرات كانت عند بعض الأنظمة، كانت عند بعض الناس، كانت عند كيان الاحتلال الإسرائيلي لتسليط الضوء واستخدام نفس الأسلوب الذي يستخدمه الخصم. لفتني حسين، رح روح بعد دقيقتين إلى فاصل تاني. لفتني قبل بكم يوم فيديو لإلك كنت عم تحذر من مخاطر تجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه بدي كفي بنفس السياق اللي عم نحكي فيه عن وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا أثيرت ضجة معروفة في لبنان على خلفية توقيف أحد الأشخاص، فكنت أنت عم تحذر من مخاطر التجنيد عبر وسائل التواصل على أهمية هذا الموضوع. تأخرنا، مش عم حملك أنت المسؤولية، بس بمعركة الوعي، لأنه المعركة اليوم هالقد معقدة وهالقد كبيرة وتخاض بأكثر من طريقة، كأنه في شيء هلأ عم ننتبه له. يعني ما بعرف قديش في مكان ما أظهرت الحرب هشاشة عندنا في المجتمع. شوف، موضوع هذا الموضوع صراحة مش عم بحكي كمان عن حالي، أنا بدأت فيه قبل طوفان الأقصى، وفي إلي أكثر من رسالة وحتى أكثر من مقابلة، وأخذت بعض التحقيقات بهذا الموضوع. بهذا الموضوع بآلية عمل وحدة 8200، وجبت تحديدا وجبت وثائق وحقائق وأرقام، يعني بمعنى، بس ما فوت بموضوع الأسماء. يعني أنا جبت عينات اعتقلوا بعض الأشخاص من قبل طوفان الأقصى بأشهر، وذكرت كيف يقوم الإسرائيلي عبر وحدة 8200 باستخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعي والقيام بعمليات التجنيد، وذكرت أحد الأشخاص تم تجنيده مثلا من خلال فيديو، هو نشر فيديو اتصلوا فيه قالوا له نحن وكالة أنباء فينا نستخدم هذا الفيديو، هو قال لهم إيه، بعد فترة قالوا له أنت يبدو عندك هواية فيك تصير تصورنا نحن منحول لك، صار يحول له. في بعض العملاء اتجندوا $50. في منه ايه في منه شوف هو وقتها قلت حاجة الناس، وقلت وقتها انه اي وكالة انباء عالمية ما تصدقوا بيتصلوا فيكم من الخارج، لانه ما في وكالة انباء ما عندها مكتب موجود ببيروت، وطريقة التعامل تختلف. حتى وصلوا فيه انه قالوا له صورنا انت وماشي، صورنا انت بتطلع على الجنوب مثلا، صورنا الطريق انت وطالع. هذا الامر بده توعية مستمرة وتوعية دائمة، لكن اللي بدي أقوله هلأ استكمالاً للشيء اللي حكينا فيه سابقاً والرسالة اللي حضرتك ذكرتها قبل قليل، أي إنسان معرض، وذكرت نحن ذكرنا أنه العميل عميل، اللي عطى كلمة واللي عطى صور
يعني اللي بيسرق بيضة بيسرق جمل بالنسبة لنا عميل، لكن أحيانا فعلا في بعض الأشخاص بيكون بعضهم ما عرفوا إنه هن فاتوا مع الإسرائيلي. في نقطتين هون ضروريات نركز عليهم. أي حدا يشعر إنه تورط، لو كان أخذ مصاري ولو كان أول مرة عاطي معلومة، بغض النظر عن أي شيء يمتلكه الإسرائيلي عنك لهذا الشخص، مصورينك جايبين لك وحدة، لأنه هن هذا أسلوبهم، روح مباشرة على الأجهزة الأمنية أو روح مباشرة على جهاز أمن المقاومة ويتم يعني العمل حتى لا تغرق أكثر في عملية العمالة. كتير مهم. ما حدا يقول إنه هلأ طيب أنا إذا رحت حكيت يمكن يفضحوا. تصور كمواد قانونية عم بحكي دقيقة بهذا الموضوع، كمان هذا الموضوع بيخفف في فرق بين التواصل والتعامل. ايه. ويمكن ويمكن عندها يعني إذا بدك يعني ما بدنا نقول لفلفة الموضوع مش حتى ما تفهم خطأ، ولكن يمكن معالجة الموضوع بالبداية. لأنه هذا هو مستنقع، كل ما بتقول إنه رح أخرج منه بتدخل فيه، كل ما بدي أقول وفكر فكر بأهلك بعائلتك بأقاربك باسمك، فكر فيهم قبل ما تتورط بأي شيء، وإذا لا سمح الله أخطأت يمكن معالجة الخطأ في بدايته. ما يصير يقول الواحد بيصير بده يبرر لنفسه إنه ممكن بكرة خلص بعطيهم لمدة شهر أو شهرين بقطع معهم، لا، هون بتصير على أكثر وبصير في نوع من خطورة المسألة. على كل حال ذكرتني بالوحدة 8200 يا حسين، شو صار بالوحدة 8200؟ خليني روح على فاصل برجع، معلش بعرج شوي هيك بفتح هامش عليها وبرجع بروح إلى سياق المعركة والخيارات الممكنة للمقاومة في جنوب لبنان، في فلسطين، في غزة وفي الضفة، وعلى مستوى محور المقاومة بشكل عام. نتابع مع حسين مرتضى أيضا وأيضا بعد هذا الفاصل. كفي معكم مشاهدينا في هذه الحلقة من شارع الحمراء مع الإعلامي حسين مرتضى. كنا عم نحكي عن أو أشرت في سياق كلامك عن الوحدة 8200، في معطيات حقائق جديدة بيّنت باستهداف هذه الوحدة قبل يعني أهم نقطة حتى من كتير نفوت بتفاصيل يمكن نحكي عنها، لكن أهم نقطة استراتيجية بهذا الموضوع اللي ما تسلط عليها الضوء كثيرا، أنه وحدة 8200 كانت منوطة بها مهمة حماية القواعد الإسرائيلية، وهي التي كانت يجب أن تعطي المعلومات لكل كيان الاحتلال الإسرائيلي من ضباط إلى مسؤولين إلى قواعد عسكرية إلى أماكن حيوية. هي التي كانت منوط بها مهمة إعطاء المعلومة قبل بداية الرد من قبل حزب الله. هون قوة. إجا حزب الله راح على المكان الذي يجب كان هو أن يساهم في حماية كيان الاحتلال الإسرائيلي أمنيا وسبرانيا ومعلوماتيا، واستهدف هذه القاعدة. النقطة الثانية أنه المعلومة اللي قال حزب الله قبل عدة أيام مصادر موثوقة هي مبنية وقت بيحكي حزب الله هيك، وحزب الله اللي سرب المعلومة، حتى لما يقول لك حدا حزب الله اللي سرب المعلومة اللي عطى معلومة أنه مصادر موثوقة. وقت اللي بيحكي حزب الله مصادر موثوقة يعني معلومات أمنية، لكن ممكن تكون معلومات أمنية بشرية، ممكن تكون معلومات أمنية إلكترونية، حتى ما يكشف حزب الله مصادره فخليها ضمن هذا الإطار. لكن أكد حزب الله أن هناك 6 مسيرات استهدفت من خلالها قاعدة 8000. هذه صارت خلص، هذا محسوم. في تفاصيل أكثر، حزب الله هو بيقرر هذا الموضوع. تسرب لاحقا له علاقة مرتبط، لأنه أنت شوف أي كلمة اليوم وأي صورة إلى حساباتها وأي معلومات إلى أي معلومات بتروح يحللها الإسرائيلي. أنت بتكون عم تكشف ما هو مرتبط بشبكات تعمل لصالح حزب الله داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. طيب هيدا بيخدنا على مطرح أنه هلأ تذكرت كتابك الأخير على كل حال حسين مرتضى، الحروب الأمريكية المركبة. نعم.
صادر بتصور سنة 2023. هذا الكتاب الثاني لحسين مرتضى بالمناسبة مشاهدينا، بعد كتاب دروس من الحرب، دروس من الحرب النفسية في سوريا، في سوريا. هل ما يحصل اليوم في المنطقة، في فلسطين، في جبهة جنوب لبنان، على مستوى المنطقة كلها، هو شكل من أشكال هذه الحروب الأمريكية المركبة، أو خلينا نقول الحروب الغربية المركبة؟ لأنه واضح اليوم بطبيعة المعركة أنه المقاومة في غزة والمقاومة في لبنان والمقاومات في المنطقة، واضح من تقاتل اليوم، لا تقاتل إسرائيل فقط، تقاتل كل المنظومة الغربية، هذا صار واضحا. في جزء من هذه المعركة إذا مش كلها بيشبه ما قصدته في كتابك؟ صراحة إذا بدك تفوت بتفاصيل بيطلع أنه العنوان بكل جزئياته والله وبكل تفاصيله. اليوم حتى إذا بتلاحظ العمليات العسكرية التي تنفذ في هذه المعركة عم تكون عمليات مركبة. يعني اليوم مثلا عندما استهدف الإسرائيلي الضاحية كانت عملية، حتى حزب الله صنفها بالعملية المركبة وقسمها إلى ثلاث أقسام. قسم له علاقة بالمكان، رمزية المكان، قسم له علاقة بأنه ارتقى عدد من شهداء المدنيين، وقسم له علاقة باستهداف شخصية عسكرية بحزب الله. وحكي سمعت السيد أنه هذه سيكون هناك عملية رد مركبة. عملية المقاومة اليوم اللي رد فيها حزب الله كانت عملية مركبة. طبيعة المعركة اليوم لا تعتمد على نوع واحد من السلاح، ولا تعتمد على أسلوب وتكتيك واحد من خوض المعارك. اليوم الحرب التي تشن تختلف عن كل الحروب التي خيضت خلال كل الفترات السابقة، وهي تعتمد أكثر على الذكاء وما هو مرتبط بالذكاء الاصطناعي وما هو مرتبط بالحرب السبرانية. لذلك لاحظ حتى طبيعة عمل المقاومة اليوم على شو بتعتمد؟ لا تعتمد على القوة البشرية الجسدية، تعتمد على القوة، كيف يتغلب حزب الله على منظومة الدفاعات الجوية، كيف يستطيع أن يشوش على أجهزة الاتصالات، كيف استطاع أن يستهدف كل ما هو مرتبط. لأن اليوم الإسرائيلي مثلا اليوم الإسرائيلي على يعتمد على بصمة الصوت، يعتمد على بصمة العين، يعتمد على بصمة الوجه، القلب الجديدة. فإذا نحن نتحدث عن حرب مركبة تستخدم فيها الحرب النفسية والحرب الناعمة والحرب الهجينة، وما هو له علاقة بعوامل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لذلك تسمى فعلا حرب مركبة، ولكن أكثر تطورا وتعقيدا. صح. لذلك مثلا اللي فاجأ الإسرائيلي، ويمكن أشار له شوي سمحت السيد، اللي فاجأ الإسرائيلي كيف استطاع حزب الله أن يتكيف مع هذه الحرب ويتغلب على الكثير من التقنيات. نحن ما عم نقول أنه وصلنا للتطور الذي يمتلكه الإسرائيلي طبعا، ولكن استطاع أن يتكيف حزب الله وأن يتغلب على الكثير من عمليات التشويش اللي بالأساس حتى الإسرائيلي وصل مرحلة من المراحل يستطيع أن يدخل إلى شفرة الصاروخ ويقوم بتعطيل الصاروخ قبل أن يطلق. وهيدي كثير خطيرة. اليوم حزب الله قدر يتغلب على التشويش الإسرائيلي وبعضه عم يطلق صواريخ حتى هذه اللحظة. لكن في المقلب الآخر، ألم تفاجئ طبيعة هذه المعركة حزب الله في مفاصل معينة؟ أكيد. يعني اليوم أكيد يدفع ثمن كبير الحزب من الجسم البشري، من العنصر البشري، كل هذا العدد. انت وقت عم تحكي شوف نتيجة هذا النوع من الحرب. أكيد حزب الله بيعرف أنه الإسرائيلي متطور وعنده تكنولوجيا، لكن طبيعة ما يستخدمه الإسرائيلي اليوم في البدايات طبعا كان في الكثير من الأمور اللي تم معالجتها. واليوم من الطبيعي وقت أنت عم بتحكي عن حرب متطورة بهذا الشكل يستخدم فيها الإسرائيلي كل هذه التقنية، مقارنة بكل هذه الإمكانيات، من الطبيعي أن يكون لدينا شهداء. ما نحن بمعركة. ألا يعز عليك مشهد مواكب التشيع اليومية أو الشبه اليومية حسين؟ شوف، في فرق بين الجانب العاطفي. يعني يمكن ما بدي أقول لك أنه أنا حدا من الناس اللي فقدوا كثير من الأصدقاء، يعني أكثر الشهداء
كنت معهم في سوريا. وأكثر الشهداء أنا بعرفهم على الصعيد الشخصي من السيد محسن وإنت ماشي وصولا إلى أي شهيد، لأنه بالنسبة لنا كل الشهداء قاعدة. لكن اليوم نحن عندما ننظر إلى ما يقوم به الإسرائيلي وما يقوم به الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها، ونأخذ المسألة من ناحية الهدف اللي نحن من أجله دخلنا في هذا الخط أو في هذه المعركة، هدف العاطفي شيء، العاطفي شيء، ولكن ولكن العاطفة الإنسان مهمة والثمن كبير طبعاً. الحرب عندما تطول مدة الاستنزاف بيصير أكبر. هذا أيضاً ما بعرف قديش هو أيضاً موضوع محسوب في المرحلة المقبلة. الجانب العاطفي أساسي، والإنسان كتلة مشاعر وكتلة يعني أحاسيس، ويتأثر في الكثير من الأحيان عندما يفتقد عزيز ويفتقد شهيد. ولكن نحن بالنهاية في معركة، أعتقد بأنه بعد الاستراتيجي يستحق أن نقدم هذه الدماء وأن نقدم دماءنا، حتى ما يعتبر الواحد أنه عم يحكي نحن أنه عم عن الشهداء. لا، يستحق عن بأي حال، بحال بكل أنه هذه أن تعيش معركة تحرير كبرى مثلا، يستحق هذا الأمر أن تعيش أنت عزيزا، أن تعيش بكرامتك، أن تعيش وتحترم كل المبادئ التي خرجت من أجلها. نحن من بداية الحلقة عن شو كنا عم نحكي؟ عم نحكي كنا عن زيارة الأربعين الإمام الحسين سلام الله عليه، قدم كل ما قدم طفله الرضيع آخر شيء من أجل شو؟ من أجل أنه أن يبقى هذا الخط الجهادي، هذا الخط المرتبط بالدفاع عن الإنسان، مش عم بحكي لا عن لكن الشهادة نفسها ليست دائما غاية يعني. لا، أنت هدفك النصر، وهدفك أن تحافظ على هذه المبادئ وأن تحافظ على هذه الأسس. لكن وقت اللي بدك تكون بمعركة كمان مش معقول ما يكون في شهداء. أنا بدي يعني جرب أكسب وقت، قديش مواكب تشيع الشهداء بس تشوفها، ولا شو عم نحكي شوي عاطفي وممكن شيء يخدنا على شيء خاص، بذكرك بشيء قديم هذا المشهد، بذكرك بحسين مرتضى في سنوات قديمة جدا بمواكب التشييع؟ ما بعرف كيف يعني جبت هيدي القصة أو كيف عرفت هذا الموضوع. أنا بدي أعرف المشاهدين. لا، شوف، يعني العلاقة بالنسبة إلي مع الشهداء منذ أن كنت يعني حدود 12 سنة، يعني تقريبا 12 سنة، كان عمري 12 أو 13 سنة. بتذكر أول مرة نحن بهداك الزمن، يعني انت عم تحكي ب 87 88، بدات مدينه الهرمه اللي تسمى مدينه الشهداء، وفي عدد كبير من الشهداء، انطلقت المقاومه في لبنان، وبدات عمليات المقاومه في جنوب لبنان والبقاع الغربي، وبدا عدد كبير من اهالي الهرمه، شباب الهرمه، شباب المقاومة في الهرم، يشاركون في العمليات، في عمليات نوعية، مثلا منها حتى العملية البحرية اللي نفذها حزب الله بعلمان الشمرية، فيها بعدلون من ناحية صور، كمان كان فيها شهيد من الهرم، فلأنه كانت البحرية على العاصي ويتدربوا على العاصي وكذا، دائما كان في حصة للهرم. أثناء تشيع الشهداء أنا من الناس اللي عندي صوتي جميل، بقول عن صوتي جميل وبعمل شعارات، فمرة من المرات بلشت اتجرأ اطلع على، كانوا يعملوا بأثناء التشييع بيعملوا بيكاب سيارة كبيرة بيحطوا ميكروفونات ولحتى وصوتيات بنسميها نحن لحتى ينسمع أثناء التشييع، بتعرف في شعارات موجودة قائمة إلى الآن مع تطوير نوعية. فمرة من المرات طلعت بأحد تشيع أحد الشهداء، طلعت عملت شيء مسمين حنلطمية وبعض الشعارات، ولأنه كنت صغير بوقتها 12 أو 13 سنة، فصار في تفاعل كبير من الناس المشيعين، فتى صغير فتى وعم بيعمل هيدا الشعارات وعنده هيدا الصوت وما شابه ذلك، فصرت جزء من التشيع. بأي تشيع صرت أنا لازم أكون موجود بهيدا بهذه السيارة وأردد هذه الشعارات.
إلى أن استكملت يعني إذا بدك هذه المسيرة. هيك بلشت معك؟ هيك بلشت، هيك بلشت إعلامياً معي إعلامياً مع الجماهير. كسرت ال... إيه هون كسر رهبة المخاطبة، مخاطبة الناس. بعدها صار في مثل شو الشعارات، بتذكر شو الشعارات اللي كنت بتقولك وقتها؟ هلا طبعا الشعار الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، نحن أمة الشهداء، تحية للشهداء، يعني من هال من هالشعارات. بعدين صار في فكرة بالهرمل تحديدا، فكرة إنشاء تلفزيون بال89 بعتقد، محل شو كان اسمه؟ بين بال89 90 سموه وقتها تلفزيون النور، كان بعد ما في إذاعة النور، غير أصلا كان بعد ما في إذاعة نور، كان بعده يعني نحكي تلفزيون النور كان محل تلفزيون منطقة بالهرمل، غير إذاعة المستضعفين. ولابد هون أذكر الاسم يعني الحاج غسان درويش، اللي هو كان مسؤول إعلامي بحزب الله، وهلأ بعده بيتابع بعض النشاطات. كان مسؤول الإعلام ببيروت بتصور، كان بوقتها بالهرمل وبعدين استلم مسؤول الوحدة الإعلامية ببيروت. فأنشأ تلفزيون محلي كان يبث على صعيد مدينة الهرمل، وصولا إلى بعض بلدات قرى البقاع، ووصولا إلى بعض بلدات السورية، يعني كان لأنه نحن بتعرف الهرمل قريب من الحدود، فكان يوصل لقصير ولا أول حمص، فبلش من هونيك. ولازد لك شغلة، أول شغلة بتذكر عملتها هو كنت أعلق رياضة. بلشت رياضة وحتى مثلا في أسماء لعيبي ما كنت أعرفهم، فكان الله يرحمه كان بعده ما كنت تحب الرياضة؟ لا ما أنا لأنه بحب الرياضة فكنت أعلق رياضة، ولكن تذكرت هلأ كان المعلق الرياضي الله يرحمه سوري عدنان بوزو الشهير، كان معروف كتير، ونحن لأنه قراب الهرمل على كان يجي عندنا التلفزيون السوري كتير، فكنت حط السماعات بديني وشوف شو بيحكي ويذكر أسماء اللعيبة وكنت أنا أذكره، فشوف كيف بلشت العلاقة ما بين الإعلام وعملية التلفزيون وما شابه ذلك. طيب جميل، يعني لا أعلم أنك كنت معلقاً رياضياً في بداياتك، على كل حال في تلفزيون النور لاحقاً بعدين صار في تلفزيون الفجر ببعلبك وإذاعة المستضعفين كمان فترة هونيك بين أخبار وبرامج وما شابه ذلك. بعدها صار في دمج يعني انطلقت أكثر، دمج كل المؤسسات الإعلامية، صار في تلفزيون المنار وإذاعة النور. وقتها ما قدرت أنا أنزل على بيروت لأنه كنت تلفزيون المنار ببيروت، تبعت عملي الخاص بمدينة الهرمل. ولاحقا تجربة العالم منذ التأسيس، صحيح، في العام 2002 بتصور انطلاقتها بال 2003. هذه الحلقة مشاهدينا ستكون استثنائية مطولة، يعني اسمحوا لي ويعذروني المشاهدين، هذا فاصل ثالث أعتقد وأخير، رح أخذ بعد 10 دقائق أو ربع ساعة لما نحكي عن سوريا، بعد الفاصل الأخير، ودائما مع الإعلامي حسين مرتضى، ابقوا معنا. كفيما كنا مشاهدين في هذه الحلقة المطولة مع حسين مرتضى، بتستاهل على كل حال هذه الحلقة. شكرا لك. أنا كنت عم بحكي أنا وحسين قبل الفاصل مشاهدينا عن بدايات انطلاقته، وعرفت على كل حال أنا وياكم بعض المعلومات التي ربما يتحدث عنها للمرة الأولى في الإعلام، وصولا إلى تجربته الطويلة والأغنى في قناة العالم لسنوات طويلة، ولعل تجربته في سوريا التي سأعود إليها بعد قليل هي التجربة الأبرز بالنسبة لسيرته المهنية. ولكن لأختم ملف الحرب في المنطقة على مستوى فلسطين الجنوب، ساحات الإسنان، شو الخيارات الموجودة اليوم بالنسبة لي، خلينا نحكي كمحور المقاومة حسين، في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المفتوحة والمتواصلة؟ يعني إذا بنشوف تصريحات نتنياهو خلال الأيام الماضية كلها، واضح أنه لا أفق لنهاية الحرب والعدوان أقله حتى اللحظة، لأنه كمان في فارق بين وقت تصوير الحلقة ووقت عرضها، لأنه دائما في أحداث تطورات، صحيح، كل ساعة بساعتها. شو المسار اللي رايحين عليه؟ شوف يعني صراحة هذا الأمر كما تفضلت لا أحد يمكن أن يتنبأ، ولا يمكن لأحد أن يضع
احتمال يعني تصور مستقبلي في هذا السياق. عملية التقييم تجري أحيانا يوميا وتجري خلال ساعات لأنه مرتبطة بالواقع الميداني. البعض كان من فترة بيتحدث لك أنه السياسة والصفقات هي اللي عم تتحكم بطبيعة الميدان وما شابه ذلك. أنا لدي قاعدة في 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 كل الحروب أو التطورات اللي عم تشهدها المنطقة منذ يعني أساسها منذ الحرب السورية أن الميدان هو الذي يتحكم بالسياسة. اليوم كلما تكون أنت أقوى في الميدان أو تطور ميداني هو الذي يفرض ما له علاقة بالموضوع السياسي. من انطلاقا من هنا حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أفق واضح مرتبط بوقف العدوان على قطاع غزة. على العكس يسعى الإسرائيلي الانتقال إلى المرحلة الثانية المرتبطة بما له علاقة بالضفة الغربية. لكن بالمقابل حتى ما يعتبر البعض أنه الإسرائيلي هو عم يتحكم بمسار هذه المعركة. اليوم أنت على صعيد قطاع غزة اضطر الإسرائيلي اليوم المفاوضات مع مين؟ اليوم الإسرائيلي شعاره الأساسي ب 8 أكتوبر هو أن يتم سحق المقاومة وإنهاء المقاومة. اليوم وقت عم نشوف هذه المفاوضات بغض النظر عن جدليتها بغض النظر عن نتائجها ولكن هو عاد إلى أن يفاوض المقاومة وعلى رأسه حركة المقاومة حماس. إذن حتى اليوم ما استطاع الإسرائيلي كذلك أن يحقق الهدف الاستراتيجي الذي يريد من خلاله أن يبني خارطة المنطقة. المقاطعة أنه قطع شوطا في اتجاه ربما تحقيق أهدافه ولو بعد حين. نحن نتحدث حسين اقتربنا من سنة نكاد نقترب من سنة. من كان يتخيل بداية أن هذه المعركة ستطول إلى سنة؟ هل يمكن أن يتحمل أهل غزة بعد لا سمح الله سنة إضافية؟ يعني ألا يعود بعد ذلك؟ الكارثة حلت على كل حال والمأساة والإبادة، ولكن ألا يعود بعدها خيار أو احتمال هزيمة المقاومة أمرا واردا إذا استمرت الأمور على ما هي عليه؟ شوف هذا خيار مش مطروح. لا أبدا أبدا. لحقول لك ليش. أيمكن الإسرائيلي أول شغلة بالنسبة له ما كان يتوقع أن يكون هناك معركة لسنة. والإسرائيلي هو الذي يعتدي وليست المقاومة. النقطة الثانية بالنسبة للمقاومة، اليوم عندما استخدم الإسرائيلي كل ما يستطيع أن يستخدمه من أجل إنهاء هذه المقاومة وما استطاع. عم تحكي أنت اليوم، أنت عم تقول نحن على أبواب السنة وعمليا هذا هو على أرض الواقع. عندما تتحدث التقارير الإسرائيلية قبل عدة أيام أن المقاومة في شمال قطاع غزة أعادت تجنيد 3000 مقاتل، عم تحكي أنت بعد 11 شهر والمقاومة تعيد تجديد نفسها. أعتقد بأنه الحسابات الاستخباراتية الإسرائيلية مخطئة جدا. الإسرائيلي كل ما قام به هو أنه قتل دمر شرد، لكن عم نحكي نحن بعد استراتيجي. هذه المقاومة لا يمكن أن تهزم ولن يسمح أن تهزم. يعني اليوم لماذا لا يمكن أن تهزم؟ ممنوع تاريخيا في سياق الحروب في شيء مقاومة هزمت؟ في 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 مقاومة في مقاومة استطاع الغازي في مقاومات خسرت. لا يعني مش خسرت في في مرحلة ما تسمى خسارة. أنا عم بحكي بنهاية المطاف. عفوا حسين، أنا أفهم إنه في صراع أهل الأرض وفي صراع إيرادات وإلى آخره، ولكن في موازين قوى أحيانا. ما الذي خليني أسأل الطريقة تانية، شو اللي بيمنع هزيمة المقاومة في غزة؟ أولا المقاومة لها جذور، هي صاحبة الأرض. والمقاومة هي الشعب. هل يمكن سحق كل هذا الشعب في قطاع غزة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية اليوم تختلف طبيعة بالنسبة اليوم الإسرائيلي عم يخوض حرب إبادة معلنة مفتوحة واستطاع أن ينهي المقاومة؟ ما استطاع. شو بعد بده يستخدم الإسرائيلي؟ نقطة ثانية اليوم ما فينا نحن نعزل المقاومة في قطاع غزة عن الجبهات الأخرى. وهنا أتحدث عن الضفة الغربية. اليوم طيب هذا الإسرائيل اللي كان يعتبر أنه القرى والبلدات وما هو موجود في الضفة الغربية والمخيمات أنه استطاع أن يدجنها وأن ينهي المقاومة في تلك المنطقة. هل استطاع اليوم أن ينهي المقاومة في الضفة الغربية؟ أو اليوم الإسرائيلي بيقول لك نحن نقاتل على 7 جبهات من ضمن جبهة الضفة الغربية. اليوم عندما الإسرائيلي قام باجتياح لبنان بالعام 82 والمقاومة أخرجته بال2000
وحاول أن يجدد أو أن يعاود العدوان بال2006 والمقاومة هزمته وما استطاع أن يحقق هدفه. اليوم المقاومة في لبنان هل هي شبيهة بالمقاومة عام 2006؟ اختلفت هذه الموازين وهذه المعايير. اليوم الأمريكي بحد ذاته ما استطاع أن يهزم الشعب اليمني. أنت ما فيك تجي تحكي لي والله عن قطاع غزة فقط دون صحيح. أن نتحدث صحيح. عن كل المعطيات والتطورات الأخرى. اليوم عندما استخدم الأمريكي البوارج واستخدم حاملات الطائرات وما استطاع أن يفتح ممر البحر الأحمر، بس حقق عمليا الأمريكي مهمته من خلال ردع المحور كيف بلحظة ما كيف عن توسيع هذه الحرب. أبداً. شو المقياس اليوم إذا بدك تجي تحكي ليش الأمريكي كان بهدفه الاستراتيجي يردع ولا ينهي؟ اليوم من الذي تراجع؟ اليوم الأمريكي هل استطاع أن يفتح ممر البحر الأحمر؟ أبداً. هل استطاع أن يضغط على الشعب اليمني ويقبل الشعب اليمني؟ عن حاملات الطائرات في البحر في المتوسط. حاملات الطائرات في البحر الأحمر. الأمريكي الذي أخرجها من المعركة لأنه صار يعتبرها هدف ثابت بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية. طيب حسين بالمناسبة وعذرا أنا عم أقاطعك شوي لأنه كمان صرت محكوم بالوقت. بالمناسبة الضفة الغربية يعني ينطبق عليها مفهوم وحدة الساحات أيضا أو أنه سيتم الاستفراد فيها، يعني شو حسابات الضفة الغربية؟ ما هي الضفة الغربية هي بالأساس جزء من المعركة. يعني قبل أن يكون هناك طوفان أقصى أو 7 أكتوبر هي ساحة فلسطينية، ساحة فلسطينية، ساحة واحدة، فساحة واحدة. فالمعركة قائمة ما انتهت بالضفة الغربية أو توقفت حتى نقول أنه هذه إلى علاقة بحسابات مرتبطة بوحدة ساحات أو مرتبطة بطبيعة معركة أو هل الآن والله هذه المعركة قد فتحت. أبدا. الرد الإيراني لأنه أكاد أنسى الرد الإيراني قائم، الرد الإيراني قائم وتختلف طبيعته حسب التطورات التي تجري في ظل المعطيات المرتبطة بموضوع المفاوضات. طيب لكنه قائم والرد اليمني قائم حتى اشعار عم بحسم لك اياها يعني قائمين حتى اشعار اخر مش بالضروره الزمن يكون مفتوح ابدا لكن معطيات لها علاقه بطبيعه الرد وحجم الرد والمتغيرات التي نتحدث عنها في المنطقه. اشير مره اخرى مشاهدينا الى ان تجربه الاعلامي حسين مرتضى طويله مع قناه العالم الايرانيه امتدت منذ لحظه التاسيس حتى العام 2021 حسين تقريبا طبعا بال 2020 تقريبا كان في تقريبا نصها بسوريا. كنت انت مدير مكتب قناه العالم في دمشق وخذت تجربتك طبعا المعروفه في تغطية هذه الحرب السورية. بعدها كان تطلع على الشام حسين أو موقف هالنيام؟ لا بنطلع أكيد ما فينا نستغني عن الشام ولكن خفت شوية الطلعة بحكم العمل بحكم الطوفان الأقصى. لكن طوفان الأقصى غيرت الكثير من إذا بدك من المشاريع اللي كنا عم نخطط لها إلى علاقة بالموضوع الإعلامي إلى علاقة بموضوع توسيع عمل حتى المركز في سوريا والدمج ما بين سوريا ولبنان. لأنه كان في خطة إعلامية مرتبطة بالفضاء المجازي مواقع التواصل الاجتماعي الإعلام الرقمي الإعلام البديل هو جزء منها كانت سوريا. لكن اليوم اختلفت الكثير من المعطيات في هذا السياق فخفت شوية. تجربتك مع الإخبارية السورية استمرت سنتين أو أقل تقريبا سنتين ممكن يعني. تتكرر تجارب مع الإعلام السوري أو خلص أنت فتحت مسار آخر جديد في حياتك؟ لا ما في شيء اسمه يعني مش ممكن تتكرر أي تجربة فمفتوحة كل الاحتمالات. ليش كأنه صححني ما بعرف هذا سؤال بحكم يعني انطباع مشاهدات في غياب من الإعلام السوري عن الحدث الكبير غياب تغييب لست أدري بس أنه ليست حاضرة بما يكفي إعلاميا وسائل الإعلام السورية في قلب الحدث الفلسطيني اللبناني. يعني حتى كلمة السيد حسن نصر الله مؤخرا آخر كلمتين ثلاثة فهمت أنه لم تنقل. شو تفسيرك هذا؟ لكن ما بعتقد انه والله في تغيير بسياسات سوريا لانه عم احكي عن هذه الجزئيه تحديدا صح يتعلق بالاعلام صح ما له علاقه بالاعلام. هلا طبعا الاستراتيجيه الاعلاميه هذا شان سوري داخلي هن بيحددوا لا بحكم معرفتك وخبرتك بالاعلام السوري صح. لكن انا بعرف من خلال كمان بعض المتابعات والتواصل هناك تغطيات قائمه ومتابعه حثيثه بالمعنى العام لمجريات
الأحداث والتطورات في فلسطين وفي لبنان، لكن تختلف طبيعة فتح الهوى، طبيعة التغطية الإخبارية، لكن ما في شيء والله إنه والله هلا البعض راح صار يقول لك في تعميم إنه ما ينقلوا كلمة سماحة السيد أبدا، ما في شيء من هذا القبيل. يعني شو تفسيرك للموضوع؟ ما بعرف يعني هن شو الحسابات اللي هلا قائمة عندهم بموضوع إنه فعلا هل كل الكلمات ما نقلوا؟ أنا حسب ما بعرف الكلمة الأخيرة نقلت يعني اللي كانت بالأربعين وبالنشرات أكيدا إيه وبالنشرات الأخبارية موجود مقتطفات من الكلمات والمواقف التي يطلقها سماحة السيد، وكذلك المواقف الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأسد في افتتاح الدورة التشريعية لمجلس الشعب الجديد، واضحة الأسس والخطوط العريضة التي تمثل السياسة السورية المرتبطة بالقضية الفلسطينية وبدعم المقاومة في لبنان. طيب 10 سنوات 11 سنة يعني عملت في إدارة مكتب قناة العالم من 2010 مش هيك؟ ايه تقريبا 2010 ل 2020 وبدأت الحرب السورية وخضت أخذت على عاتقك يعني أنه تنزل إلى الميدان وتلبس زي الميدان، يعني كنت فعليا أنت مقاتل حسين، يعني كنت مراسل ولكن كنت في زي العسكري وكان لك صولات وجولات و الله يطول بعمرك والله يحميك طبعا، يعني خرجت ونجوت من الموت أكثر من مرة واستهدفت بشكل مباشر أكثر من مرة صحيح؟ صح. قديش تقريبا استهدفت بشكل مباشر؟ إصابات بالجسد تعرضت 3 مرات لإصابات، وكان في يعني أكثر من مرة 2 تفجير السيارات، وبالإضافة لأنه بتكون أنت أحياناً بالمعركة تتعرض لكمين، تتعرض أنت في قلب الخطر. أي هوني كتحصيل حاصل، هوني الإصابات يعني إصابات في الجسد وتفجير السيارة كان أمام المكتب بدمشق بالمزة، بعدين شفنا يعني الكاميرات في شخص إجا وزرع العبوة تحت السيارة وفجرت قبل ما نوصل على السيارة. فجروا سيارة البث وعبوة تاني كانت حدها. طيب شو أبرز هيك الدروس المستقاة من تجربتك؟ لك بسوريا كلها صراحة أنا بدي أشير مرة تانية لكتابك دروس من الحرب النفسية في سوريا. في سوريا ومرتبط بطبيعة المعركة كيف بدأت في سوريا صراحة، لأحكيك بكل صراحة يعني هي مدرسة بحد ذاتها، مدرسة أنت صرت تبتكر فيها الأساليب الإعلامية، ما كان في أساليب إعلامية بهذا الشكل وتغطية إعلامية بهذا الشكل وتغطية حربية بهذا الشكل، ما كان في الحدث فرض نفسه، ما كان في بكل الحروب ما كان في بهذا الشكل. بدأنا نحن يعني نبتكر أساليب نتابع أحداث، وبدأ بفترتها ينشط أكثر الإعلام الرقمي بذروة إذا بدك بلش ذروة التصاعد صحيح. التصاعدية لما يسمى بالإعلام الرقمي أو الإعلام الجديد هو بلش مع بداية الحرب بسوريا اللي هو سموه ببدايتها ما يسمى بالربيع العربي. هذا الأمر كان كل يوم في تجربة وكل يوم في حدث وكل يوم أنت لازم تتكيف مع طبيعة هذه المعركة. من أشرس الحروب ومن أخطر الحروب من ناحية الشراسة الدموية، لأنه أنت عم تحكي عن أعداد يعني بالآلاف من المقاتلين الأجانب وغير الأجانب، واللي كانوا يعتمدوا المسلحين بيختلف مثلا عن طبيعة حتى طبيعة المعركة مع الإسرائيل. المسلح كانوا يعتمدوا أسلوب الاعتماد على العنصر البشري، اعتماد على العنصر البشري، كانوا أحيانا مثلا مرة بتذكر كنا محاصرين بحلب كانوا أحيانا يعتمدوا بمئات المسلحين عشرات المئات بيهجموا الجماسيين، بيهجموا لك أول هجوم بترمي 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 حتى اللي عم يرمي ما يقعد يلحق يرمي، يطلع لك مجموعات أخرى مباشرة. لذلك مرات كانوا يفوتوا على مناطق من ناحية لأنه عندهم كثافة عددية كانوا يفوتوا على بعض المناطق، كانت عنصر بشري بطريقة مختلفة جداً. كبيرة جدا ودموية، الحرب السورية جدا دموية. طيب ما كان عنده الرادع انه يعملوا اي شيء، ينكلوا اي شيء، يفجروا اي شيء. انا بتمنى على كل حال ان تكتب يوما ما عم حاول الحرب نفسها، عم نحاول ان شاء الله، بس انه كشاهد على فصول هذه الحرب مشكلة الوقت
إن شاء الله. بحلب صار معك موقف مهم وخطير جدا بمعارك حلب. لك بحلب، بحلب صراحة هي يعني إذا بدك أكثر المحطات اللي صار فيها هيك، لأنه صار في حصار ومعركة حلب كانت مفصلية، كل المعارك مفصلية، ولكن صار في تركيز تركيا بده يفوت على حلب، محادثات أستنا مربوطة كانت بنتائج معركة حلب، كان في شراسة من 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 ال من الإرهابيين للدخول في معركة حلب، وصار في نوع من التحدي أكثر وقتها قام المحيصني اللي كان هو رأس حربي بما يسمى بالمجموعات الإرهابية، عمل ما يسمى بجيش الفتح وجمع كل قواه وصار يحاول يأخذ بعض المناطق وصولا إلى وصل إلى سهل الغاب إلى أطراف اللاذقية. طيب. وارتكبوا ما ارتكبوه في حوادث كثيرة، بس بذكر لك يعني حادثة مرة بمرة من المرات تقريبا حلب ما عاد معنا، نحن معنا شارع أو شارعين انتهى، ما عاد في شيء وحصرنا. حادثتين حاول بسرعة أذكر لك. مرة بتذكر كنت معركة الكليات اللي صارت كر وفر عند عند جسر الراموسي اللي بيعرف هونيك الطيارة اللي محطوطة المجسم موجودين هونيك، صار في معركة المسلحين أخذوا الكليات، رجعنا صار في معركة نحن أخذنا الكليات، فأنا واقف عند الجسر الراموسي لحتى أطلع مباشر. فبطلع بتذكر بوقتها لأنه كانت المعركة بالصيف فكان بعده اليوم طويل، بتذكر طلعت بنشرة الساعة 6 مع سيارة البث 6 مساء لمدة تقريبا شي 8 دقائق أو 9 دقائق كان المباشرة، انتهى المباشرة بيجيني مباشرة اتصال، كانت صارت تقريبا شي 6 و10 دقائق، بيتصل في أحد القاضي الميدانيين بيقول لي بعدك مطرحك؟ قلت له أنا إيه هلأ خلصت، قال لي بسرعة اطلع من عندك. بهيدي الحالة أنت ما بعد فيك بدك تسأل شو الموضوع وما شو، بدك تنفذ بالمعنى أنه في شيء، لأنه صح. فمباشرة طلبت من الشباب اللي معي سكروا السيارة الـ SNG، سكرنا طلعنا، صارت تقريبا 6 و11 دقيقة، 6 و15 دقيقة بيطلعوا المسلحين مباشرة من نفس المكان اللي كنت واقف فيه. فطلع أنه راجعين عاملين عملية كر باتجاه منطقة الكليات وراجعين أخذين، رجعوا وراحوا طلعوا مباشر من يعني تقريبا 4 دقائق بالضبط 4 دقائق، بينما طلعنا لو وصلنا على قلب حلب كانوا هني طالعين مباشر. حتى البعض من عنا اعتبر انه قالي انه هذا المباشر اللي كنت طالعه مش مباشر، ما صدق ما تخيل انت كنت هون على الساعه 6 وبينما سكرت وطلعت صار هني 6 و10. بمطرح تاني مره كمان من المرات بيطلع المحيصني بيقول نحن بدنا ناخذ بدنا ناكل كباب حلبي الساعه 9 بساحه سعد الله الجابري. كانوا وين موجودين المسلحين؟ كانوا صاروا موجودين بالجامع الكبير بحلب، يعني اللي بيبعد خطوات مثل اللي بيعرف حلب بيعرف شو عم نحكي. فبيجيني اتصال من احد القاضي الميدانيين بالمقاومه انه نزال عميل فيديو من ساحه سعد الله الجابري، كانت وقتها يمكن شيء 8:30 9 الا ربع. فقلت له للحاج اتصل فيه اللي بيقول لك السيد الفلاني نزيل عميل الفيديو، قلت له بلكي زبطت معه المحيصني وفعلا اجى الساعه 9 ولقاني قدامه. فقال لي شو انه خفت او شيء؟ قلت له لا بمزح بس انه بننزل يعني. ففعلا وقتها نحن كان معنا شارعين وانا قلت خلص يعني، حتى اذا بدك في بعض الاماكن تم اخلاءها بعض الشغلات انه ما بتعرف شو بيتغير. فنزلت لساحه سعد الله الجابري وطلعت فيديو من ساحة سعد الله الجابري، كانت صارت شي 9 إلا 10 بوقتها، صار في عمليات قنص لأنه كانوا شايفين أنه في حركة بساحة سعد الله الجابري. بعد منها تقريبا بشي ساعة أو ساعتين بيصير في هجوم من عنا مباغت على الكثير من المناطق وتغيرت طبيعة المعركة، وحتى وصلت انا ببعض كم يوم الى المكان اللي كان قاعد فيه المحيصني بهيديك الكرسي المعروفه وخاطبته من الجامع الكريم وانشهر هذا الفيديو، صار من اشهر الفيديوهات. صحيح. بعد منه صار فيديو اخر هو بصراقب، ولكن هودي من ضمن الـ يعني اذا بدك هيك بعض النهفات اللي لها علاقه بطبيعه المعركه واللي ذكرت. وقص على ذلك يعني كثير مئات من حوادث تحتاج الى الكتاب يا حسين، ليش تكتب؟ انا وقتي خلص، طولت الحلقه طبعا، الحكايات معك لا تنتهي. على كل حال تذكرت شغله على سيره الكتابه، انه يقال
وهيدي من مستوحات من برنامج يقال اللي انت بتقدمه يعني عبر السوشيال ميديا ايضا اللي هو من انتاج مركز سونار الاعلامي. يقال انه حسين مرتضى يكتب رواية وشعر ايضا وعنده كتاب رواية وديوان شعر بس مش منشورين، صحيح؟ ما حدا بيعرف هذا الموضوع. انا بعرف. كيف؟ مظبوط؟ يلا اعترف. عن جد ما حدا هذا الموضوع ما حدا بيعرف فيه ولا 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 يعني ولا حدا حتى من المقربين ما حدا بيعرف. هلا يعني في شيء من هذا القبيل، كتابات لها علاقة ببعض القصص والروايات وشيء له علاقة ببعض الشعر، يعني قريب من النثريات الشعرية. خواطر تقريبا. ولكن يعني ممكن ما عم تسائب لا ظروف العمل ولا ظروف الشخصية، يعني على صعيد انه هذا الشخص ميداني، شخص سياسي، شخص حربي، شخص صدامي، شخص جدلي، ما عم تزبط الروح على الوجه الآخر. هلأ ممكن بعد هيك من خطير شوي منطقي. بس هذا هذا الموضوع بدنا نفتح تحقيق فيه لأنه عارف كيف تسرم تحت الهواء. لا أنا يعني بتمنى أنه على كل حال تكتب سواء فيما يتعلق بتجربتك الإعلامية أو سواء في نوع الأدبي من الكتابة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. توفيق في مسيرتك مركز سونار الإعلامي. شرفت. ولفريق العمل لك شكرا لكم جميعا. شكرا لفريق العمل وشكرا لكل المشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة من شارع الحمراء. إلى اللقاء.